مساءكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا أعلنت ترابع انطلاقات هذا المساء وبندقية الجعدان الحجايج الانتاج لمسافة 4 كيلومترات تنتظر الفائز ب800,000 درهم. تنتظر تسعيرة هجن العاصفة القادمة مع هذا المهرجان. على بركة الله بندقية الجعدان تسير مع الانتاج والمنتجين. وننتقل مباشرة إلى الثلاثية الأولى، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الصدارة المركز الأول، المنافسة القوية والتحدي المثير مع شيبان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان الله. مرحبا بالشبل، مرحبا بندري، يقدم لنا هذا الاسم على الصدارة مع محراق سالم بن حمد بن دري الفلاحي على الصدارة. على مقدمة هذا الشوط وصدارته المركز الثاني، الوصول من نسناس فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، يقدم لنا نسناس وبن فارس وانتاجه الفاخر وبن دري وانتاجه المميز. بينما نقلتنا مباشرة الى المركز الثالث، ياتي هناك ايضا بن بيشان ليتقدم من خلال تواجد شيبان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، ياتي مع المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول والدخول من شاهين محمد بن عبد الله بن حميدان وصل، ولكن الفيلسوف رجل كل الامتار محمد بن احمد بن مايد الخيالي يقدم لنا الرمادي. الله 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 الله، الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز المتقدمة، ولكن اسماء قوية قادمة بعد الخمس، قادمة لبندقية الانتاج وبحضور سيدي فساع هنا مشاهدين الاعزاء في ميدان المرموم تحفة الميادين. محراق على الصدارة، محراق على المركز الاول، سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم في الصدارة الأولى، ياتي في الصدارة في المركز الأول، نسناس على المركز الثاني، أيضا فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، وصل الرمادي، محمد بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم الرمادي. يا لها من أسماء، يا لها من أسماء قادمة. الله الله، شوفوا القدوم والوصول من ناصي محمد بن حزمي بن قناص العامري. دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الاخير. وينك يا بن متعب، وينك يا بن متعب، من حملت اللقب بهذا القعود؟ في ايضا مهرجاني ولي عهدي دبي، ياتي شاهين يغير من مركز الاخر، ياتي في المركز الرابع، ولكن ال 800 متر الاخيره يا لها من سرعه، يا لها من سرعه. الرمادي المميز، هناك نسناس بن فارس محراق بن دري، ولكن الاسم الجديد، من القادم، من الواصل؟ هذا الذيب محمد بن سالم بن سعيد الدرعي، وصل ناصي، ايضا قدوم قوي. الله 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 الله، احلوت المنافسه، ولكن شاهين يبحث عن الرمز الثاني، ويبحث عن الرمز الثاني في هذا المساء بشعار بن متعب، والرمز الثاني في شعاره. وصل ايضا راعي دريبح من الزاويه الاخرى ليتقدم مع شاهين، او سيف بن غصاب عفوا، ياتي ولكن البواب 11، البواب 11، كاس وبندقية، وفي رصيد بندقيتين. هذا الانتاج ولا فلا، الانتاج ولا فلا. سلام بو محمد، سلام، سلام مسلم بن متعب العامري على هذا الفوز. سلام بن متعب، سلام، انتاج بن متعب من الاب والام، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصل في ثاني المراكز بدخول جميل، بتحدي مثير.
هناك مشاهدين الأعزاء ناصي محمد الحزمي بقناص العامري ودخول خداع سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد والوصول أيضا هناك من يصل شاهين سيب بن غصاب بن محمد بخيلة. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. ناتي بالتوقيت الزمني وتحدياتي لصايل بالتوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام ولحظات الفوز ولحظات الانتصار. هنا مشاهدين الأعزاء بن متعب بن متعب بن متعب يحمل إشارة الامتياز يحمل إشارة الامتياز. 5 دقائق 46 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا على فوز شاهين. هناك مسلم بن حمد بن متعب العامري نذكر بتوقيت في مهرجان ولي عهد دبي 5:43 المركز الثاني. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام خمس دقائق 49 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. هو نفس السيناريو يا بن قناص ناصي محمد بالحزمي بن قناص العامري. من وصل ثانيا كان في مهرجان ولي عهد دبي. ياتي في الختام ثانيا على شاهين. المركز الثالث كان خداع لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي حيث قطع المسافة في 5 دقائق 49 ثانية جزءا واحدا من الثانية. هكذا أيها المتابعون جميعا هكذا كان أيضا بن متعب هو من قدم لنا في هذا المساء شاهين واستطاع أيضا أن يقدم غاية في كأس الإبكار. تهانينا لمسلم بن حمد بن متعب العامري ولمحمد بن مسلم بن متعب العامري.